الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اعتبرت وزارة التجارة في بغداد أن خطأ وزارة زراعة أربيل لا يمكن عكسه على وزارتي الزراعة والتجارة في بغداد، وأشارت وزارة التجارة إلى عدم دقة المعلومات التي صرحت بها وزيرة الزراعة في كردستان العراق عن وجود كمية 750 ألف طن لم تستلمها الوزارة لموسم تسويق 2023، مبينة أن تحديد تسليم كمية 500 ألف طن في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك كان غير صحيح. وأكدت أن مدير عام تجارة كردستان العراق كان قد طلب تمديد فترة يوم واحد لاستلام الحنطة لاستكمال 500 ألف طن المقررة، وفعلا تم التمديد وتم استلامها بالكامل على حد قولها. كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان العراق عن تراجع العائدات المالية الشهرية لكردستان العراق بشكل كبير بعد قرار توقف صادرات النفط. وقال المصدر إن عائدات كردستان العراق الشهرية المالية تراجعت بنحو 83% بعد توقف صادراته النفطية، لافتا إلى أن الواردات الشهرية الداخلية عاجزت عن تسديد وتأمين مصروفاته الشهرية. وأوضح أن حكومة أربيل دخلت مرحلة العجز المالي في دفع رواتب موظفيها بعد تراجع عائداتها الشهرية، وهذا ما قد يدفعها إلى التفاهم مع حكومة بغداد بشأن الطرق من أجل إرسال الرواتب وعدم تأخيرها شهريا. دعا وزير التجارة التركي عمر بولات الشركات ورجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده، وأشار بولات إلى وجود أكثر من 1400 شركة سعودية ناشطة في تركيا، مبينا أن هذا العدد يشير إلى ثقة المستثمرين السعوديين بتركيا، ووجه دعوة للمزيد من الشركات السعودية للتوجه إلى تركيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ حوالي 6 مليارات دولار و500 مليون دولار في عام 2022. حذر خبراء من أن تشهد مناطق واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا مجاعة وارتفاعا بأسعار الطحين بعد خطوة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا. وقال الخبراء إن 500 مليون شخص على مستوى العالم باتوا في مرمى الخطر بالنظر لاعتماد بلدانهم على صادرات موسكو وكييف من الحبوب. ويقول مراقبون إن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة كان ينظر إليه في المقام الأول باعتباره ضرورة للحفاظ على استقرار أسعار الغذاء العالمية الذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا لمستويات جديدة خلال الأيام المقبلة. سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني. وارتفع خام برنت بنسبة 11 سنتا ليصل إلى 78 دولارا و61 سنتا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 15 سنتا ليصل إلى 74 دولارا و30 سنتا للبرميل، فيما انخفض الخامان أكثر من 1% يوم أمس. ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق، إذ من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أمريكا انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.